حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إلى اليمن، حارسة الحضارة العربية، إلى اليمن، إرث الأمة جمعاء، إلى اليمن التي لا تقبل القسمة إلا على أبنائها. معنا هنا في الأستوديو الشاعرة اليمنية الأستاذة جميلة الكبسي. حيا الله أستاذة جميلة، أهلا وسهلا بك في بيت القصيد. الله يحييك. عن اليمن وإلى اليمن، ومع اليمن دائما القلوب إلى هناك تتجه، وقلبك بما يحدثك عن اليمن الذي تحبين قبل أي شيء؟ تفضلي. اليمن هي يعني المآل لكل القلوب العاشقة. دائما يقولون لابد من صنعاء وإن طال السفر، مهما اغتربت القلوب وابتعدت لابد أن تعود إلى اليمن. توطئة قصيرة عن الشاعرة جميلة الكبسي نقدمها للجمهور العراقي وجمهورنا العربي الذي يتابعنا بدقيقتين أو أقل. لك أن تتحدثي عن نفسك، تفضلي. أنا جميلة الكبسي، جميلة أحمد عبد الله الكبسي، من صنعاء، أعيش يعني في صنعاء. نعم. خريجة كلية التربية قسم لغة عربية، أكتب الشعر كهواية، متزوجة ولي أطفال. يقولون إن الشعر للرجال والرواية للمرأة، موقفك من مثل هذه العبارات؟ الشعر لمن يشعر به، حتى المتلقي إن لم يكن ناظما للشعر ويتلقاه بطريقة صحيحة ويلقيه على نفسه ويقرأ بشكل صحيح هو شاعر. نعم. ليس بالضرورة أن ننظم الشعر لنصبح شعراء. هل اليمن شاعرة بالفطرة؟ أكيد في شعراء قدماء جدا في اليمن، الشعر موجود في ثقافة الشعوب العربية جمعاء. عن اليمن وجراحاتها، ما الذي يخطر في بالك؟ والله الحرب اللي خرجنا منها إن شاء الله، بإذن الله نكون خرجنا، ولا أعتقد أنهم صادقين، لكن إن شاء الله. جراحات اليمن منذ الأزل يعني طويلة، لكن ستبتسم إن شاء الله، ثغر اليمن سيبتسم يوما ما. من رأيك إلى شعرك، خذينا إلى صنعاء التي تحبين كافتتاحية يعني نسعد بها، خذينا إلى صنعاء شعرا، تفضل يا أستاذة. بكل سرور، حاضر. أنا بس أقرأ من الكتاب. لا بس. ماذا تقولين في القصيدة أو ما عنوانها؟ صنعاء أيضا. تفضل. معلش. مناجاة صنعاء. صنعاء أحيانا أتوه وأسأل، صنعاء أحيانا أتوه وأسأل وأقول يا صنعاء أين الأمثل، صنعاء يا حمالة السر الذي يذوي به قلبي وحرفي يسهل، ما في حدائق مهجتي حرب ولا غدر وما فيها هوى يتبدل، ما في حدائق مهجتي حرب ولا غدر وما فيها هوى يتبدل، في مهجتي حلم السنين ولم يضع من كان في حلم السنين يؤمل. في مهجتي من جديد. في مهجتي حلم السنين ولم يضع من كان في حلم السنين يؤمل، فيها المحبة والحبيب مضيع عن درب من يهواه وهو مكبل. الحب للعشاق يحيي إنما قلبي لموتي في الهوى يتأمل، ما همني بعده، ما همني من بعد هذا إن ذوت دقات قلبي وانزوى ما أحمل في حلمه. ما همني من بعد هذا إن ذوت دقات قلبي وانزوى ما أحمل، في حلمه ألقيت كل سعادتي، في حلمه ألقيت كل سعادتي، وعلى رضاه الحب حلم أكمل. فتأملي صنعاء كيف حدائقي، فتأملي صنعاء كيف حدائقي، اليوم تعلن أن قلبي أجمل. فتأملي صنعاء كيف حدائقي، اليوم تعلن أن قلبي أجمل. هل بقي في صنعاء ما يدعوها إلى التأمل باعتقادك؟ الحياة مستمرة، صحيح أنها أصبحت كومة من الأحزان والرماد بعد الحرب الظالمة الجائرة، لكن ستعود، لا شيء يبقى على حاله. فطرة أبنائها النقية السوية السليمة، هل يمكن أن يعني تتنقى من الشوائب من جديد ويعود لأبنائها شعور التضافر والتعاون والتكامل والتعايش؟ هل هذا قابل أن يتحقق بالفعل؟
في بلد مثل اليمن؟ نعم، بين اليمنيين يعني يمني ويمني نعم، لكن إن نظرنا نظرة قومية اسمح لي بس، أنه اليمن في أزمة لم يجد أحد وقف معه. نعم. اليمن لم يوصد بابه في وجه أحد أبدا أبدا. القرن الأفريقي كل النكبات اللي كانت هنا كانوا نازحين عندنا، ولم نوصد بابنا في وجه أحد. العرب الإخوان العراقيين أول ما يعني حصل ما حصل دائما كانوا يجدون العون في اليمن، وكان بيتهم وطرحهم واحنا ضيوف عندهم. طيب يعني أنا لا منا في ذلك الآن. لكن هل انزعاجك مثلا من التدخلات الخارجية من الأيدي التي تحاول التفرقة بين الإخوة اليمنيين، تحاول إطالة أمد الأزمة والجراح هناك، أم أن المشكلة مشكلة وعي ومشكلة عدم تقبل للآخر مثل الحال ما هو موجود في كثير من دولنا للأسف؟ لا، في اليمن لم يكن هذا موجود أبدا إلا أثناء الحرب. أنا أتحدى أنه قبل اليمن كنا نتكلم عن سني وشيعي أو هذا كذا وهذا، ما عندناش هذا الكلام أساسا ولا نفهم فيه. جميل. ولا نفهم فيه أصلا، في الحرب جاءت هذه المصطلحات. الحياة أقصر من خوضها في المعارك أو الخلافات أو نبذ العلاقات أو إذكاء نيران الأحقاد، ما رأيك في ذلك؟ أكيد طبعا، وستعود اليمن قلب واحد وشعب واحد مهما حصل. يعني حتى قبل الوحدة اليمنية كنا يمنيين، كنا محبين لبعض. جاءت الوحدة، أوكي، يمكن ما اللي أقاموا الوحدة وقاموا عليها لم ينجحوا في أن يجعلوها وحدة روحية حقيقية، لكنهم وحدوا الأرض. فكان في شوية يعني غيظ وقهر من بعض الفصائل، لكن لا يدعو هذا على أنه إن احنا نقتل بعض أو نكره بعض. كل هذا جاء بسبب أنه لازم تتقسم اليمن، اليمن كدولة كبيرة لازم تتقسم. نعم. كما حصل في العراق وفي أي دولة أخرى، وكل الدول ذات المساحات الكبيرة جراحاتنا واحدة. أكيد كل الدول ذات المساحات الكبيرة ماشي عليها. نعم. هناك من قال لن تقوم قائمة لهذه الأمة ما لم تقم في أربع حضارات، مصر وسوريا والعراق واليمن، وهي الحضارات العربية القديمة. لك أن تتذكري حضارة أهلنا في العراق، وكذلك الحضارة العريقة في دمشق واليمن حاضنة الثقافة، وكذلك القاهرة. صحيح. التي ستقهر كل من يتربص بأهلها السوء إن شاء الله. ونسأل الله لأوطاننا، كل أوطاننا، السلامة التامة يا رب. إلى قصيدة جديدة الآن، اقرأي ما تحبين قبل أن نواصل نقاشنا وأطرح عليك أسئلة من نوع مختلف. اقرأ القصيدة التي بين يديك، لا بأس، تفضلي. سأقرأ عن طفلتي. تفضلي. اسمها الزهراء. لكن ارفعي صوتك قليلا لو تكرم. حاضر. تفضل. سأقول والحب النقي سراب، ولزهرتي تتنافس الألقاب. سأقول من جديد. سأقول والحب النقي سراب، ولزهرتي تتنافس الألقاب. زهراء ما أغنى الفؤاد بحبها، تأتي فيزهر في القلوب يا باب. جميل. زهراء غنى العاشقون بوصفها، ولمقلتيها تنثني أسراب. زهراء يا زهر القصيد وروضه، فالعطر أحلى والحروف رضاب. زهراء يا زهر القصيد وروضه، فالعطر أحلى والحروف رضاب. يا قرة العين الصغيرة، إنني أحيا بقربك كي تهل رباب. في صوتك الرقراق عزف محبتي، إن غاب عني لوعة وعذاب. في صوتك الرقراق عزف محبتي، إن غاب عني لوعة وعذاب. في صوتك الرقراق عذب محبتي، إن غاب عني لوعة وعذاب. جميل لوعة هذا البيت. يا نشوة العمر المعتق بالرضا، لصلاة روحي قلبك المحراب. سبحان من سواك يا كل المنى، سبحان من سواك يا كل المنى، نورا تخبئ طيفه الأهداب. حفظتك عين الله يا عصفورتي، حفظتك عين الله يا عصفورتي، يكفي حضورك إن أتوا أو غابوا. يا منة الله التي أحيا بها، للقلب أنت الحب والأحباب. يا منة الله التي أحيا بها، للقلب أنت الحب والأحباب. ها أنت يا معنى البراءة في فمي، لحن يذوب إذا شدا زرياب. الله، جميل.
لم يغر إخوة زهراء حينما كتبت بها ولم تكتبي بهم؟ لا لا، إخوة زهراء هي الملكة ولا أحد يغار من الملكة. إذن لها من الشعر حظ اثنين من لا. الذكور، لا بأس بهذا. إذا ما أردنا أن نتحدث عن فكرة غرس حب الوطن، وإن تغربنا وإن أجبرنا على الخروج أو النزوح أو عن محاولة يعني خوض مغامرة مختلفة بعيدا عن الوطن، إذا ما أجبرنا على كل ذلك، كيف نحافظ على بذرة الوطن حية في نفوس أبنائنا والناشئة؟ حدثيني عن تجربتك ويومياتك مع أبنائك في هذا الجانب. والله شوف، الجانب التربوي جانب خطير للغاية. يعني إذا أعطيت الطفل ثقافة أو توعية مكذوبة، ممكن لما يكبر يحاسبك. نعم. فكيف نكون صادقين في طرح ما جرى، وفي نفس الوقت نحافظ في داخلهم على حب الوطن واحترام الوطن؟ هي معادلة صعبة، خاصة لما تتعامل مع طفل يكون شخصية. الأمر ليس بالسهل، لكن أيضا الوطن دائما مهما قست الظروف يبقى له الحب والولاء، كما الأب والأم. وإن أساءوا لا نستطيع أن نحاسبهم أو نتخلى عنهم أو نخرج من بين، مثلا نغير أسامينا، أو لا يوجد. هذا أمر لا يمكن أن يحصل، فالإنسان مرتبط بترابه مثل ارتباط الجذور. لكن أنا مع أن يكون الكلام حقيقي الأرض. يعني لما نكلمهم عن الوطن نحكي لهم الحقيقة يعني، ونفهمهم إياها بأبسط. كيف يكون رد فعلهم حينما تقولين إن الأرض تعج بالغبار، بالكثير من الدمار، بالكثير من المشاكل للأسف؟ ما الذي يقولوه يعني في مثل هذه الحالة؟ عاصروا هذه الأشياء، شافوها. إحنا يعني أنا لي 3 سنين هنا في عايشوها، يعني هذه عايشوها، شافوها طبعا هناك في اليمن، والصواريخ والهذا، وعارفين الحرب وكيف كل شيء يعني. فهم عارفين. الزهراء كانت عمرها 2 سنين لما بدأت الحرب، كانت تسمع ونحاول هذا عرس. ربما يقودنا هذا إلى يعني سؤال من نوع آخر. أنت تقولين حينما كانت تسمع أصوات القنابل والطائرات تحاولي أن تهوني عليها، فتقولين لها إن هذا عرسا بالجوار. نعم. فاصبري، لا تخافي إلى آخره. هل بات مفروضا على أبنائنا أن يناموا على أزيز الرصاص ودوي المدافع في وقت أن هناك أطفالا، ولا نستكثر عليهم طبعا، لكنهم ينامون آمنين؟ لماذا أطفالنا لا يكون واقعهم وليلهم آمنا كأطفال الغرب وأطفال الدول الهادئة مثلا؟ لماذا أطفالنا محرومون من ذلك؟ مقدر من الله سبحانه وتعالى، ونحن نرضى بما كتبه الله، ونسعى دائما لتغيير الواقع للأفضل. لازم يعني أنت ترين أن هذا مقدر من الله طبعاً، وليس ما بما كسبت أيدي الناس يعني؟ أيدينا نحن. أنا لا أرى أن احنا يعني سيئين لهذه الدرجة، أبدا أبدا. هناك خطة أوكي على تقسيم الدول العربية. المشكلة لكن قد يكون هناك من يريد للمنطقة أن تتفكك طبعاً، لليمن أن يتفكك، وربما من أبنائه أيضا. أم أنك تخالفين الرأي؟ لك أن تخالفي، لا بأس. لا شوف، هو الخطة هي ماشية ماشية. رضي وأبنائه أم لم يرضوا؟ الفكرة أنه يجي لك إن لم أرضى أنا سيرضى غيري، ويبيع الوطن. لكن لو الكل رفض، وأكيد لن تجد مدخل، لن يجد العدو مدخل لهذا الأرض يقسمها، لكنهم باعوا. كلمينا عن بعض الصفات الطيبة التي بدأت للأسف تذوب وتتلاشى في المجتمع اليمني، من صفات خلقية، من صفات عربية، من صفات لها علاقة بإكرام الضيف، وباتت اليوم شبه غريبة عن المجتمع اليمني، صفات تحنين لها على المستوى الشخصي. والله إكرام الضيف والوافد يعني هذا ما لا أجد أن شيء تغير، لا يزال قائم. لا يزال، بس في أشياء فعلا أخلاقيات أنا لاحظت أنها انتهت أو يعني سقطت نوعا ما من المجتمع. يعني صار عادي أن الواحد يتكلم عن أخوه بالسيء، أحيانا يتكلم حتى في عرضه. لا حول ولا قوة. أيوة، يعني أشياء ما كانت موجودة أبدا في المجتمع اليمني. يعني ممكن شخص خالفك ممكن تروح تحكي فيه كلام مش حقيقي، لكن الفطرة النقية تبقى حاضرة. تبقى حاضرة، لكن ماذا بعد هذا الغل والحسد والنزاعات اللي أشعلوها بيننا؟ يعني
ستنتهي أنا. لكن الأمل لا يزال باقي في نفسك وتتوقعين أن ينتصر هذا الأمل على الألم. أكيد طبعا. إلى الشعر مرة أخرى، اقرأي ما تحبين. ترى ما الذي تخبئينه لنا في هذه المرة؟ ربما أهجوك. تفضلي يا ساتر يا رب، لك ذلك على الهواء مباشرة. تفضلي. سأهجوك، سأهجوك يا عطر الهوى وطيوبه، فما كان أشهى في الهجاء كذوبه، ويغدو لي التذكار حالا ومذهبا، فأجعل أقسى ما أقول طروبه. ويغدو لي التذكار حالا ومذهبا، فيغدو، ويغدو لي التذكار حالا ومذهبا، فأجعل أقسى ما أقول طروبه. الله. أقول وإني قد رأيتك في الهجاء لحونا تحلي في الغناء ضروبه، تشف بها الأوتار عني ولن ترى لوجه غمامي من نداك شحوبه. إني علمت الحزن أقدس في الهوى وأهوى سجاياه وأهوى عيوبه. وإني علمت الحزن أقدس في الهوى وأهوى سجاياه وأهوى عيوبه. جميل هذا. وحال الهوى في مسلك اليأس والنوى أسيف كرحال أضاع دروبه. ما حيلتي، ما حيلتي والليل سرا أماتني، وما حيلتي والليل سرا أماتني، وراح غزير الشوق يحيي سكوبه، وتغتالني كل الكروب لعلتي، ولكن قلبي قد أحب كروبه. وتغتالني كل الكروب لعلتي، ولكن قلبي قد أحب كروبه. فيا عجبا من أحرف صرت شعرها، وكنت شروقا للشجا وغروبه. حبيبي وهل تغدو حبيبي مذمة، إذا قيل هذا القلب عدي ذنوبه. ينازعني شوق الحروف غوايتي، فأهجوك يا عطر الهوى وطيوبه. يعني عجيب أنك تقولين بعد لفظفوك طبعا تقولين أحب كروبه، هل تحبين أن يصاب بالكرب أم أنك تحبين الكرب الذي يرميك به؟ في الحب، في الحب الكرب الذي يعني يرمينا فيه الحب والمعاناة نحبها أفضل. أنت تحبين الكرب الذي يرميك به، وكروب الأوطان كذلك، هناك من يزعم أنها من قبيل حب أيضا. أخرب بلدي علشان حب؟ كيف يعني؟ هناك من يرى أن له وجهة نظر في طريقة إدارة البلد، في السياسة التي يجب أن يحتكم لها أهل البلد، فيرى من زاوية معينة أن ما يفعله ربما كان شكلا من أشكال الحب، أم أن الدمار لا يعرف إلا بأنه تدمير وحقد وغل طبعا وكراهية للوطن. طبعا عندك فكرة ناقشها، ضعها بأسلوب لا تسفك دماء علشان تثبت فكرتك. أحسنتي، جميل هذا المعنى، لا تسفك الدم من أجل إثبات صحة فكرتك. يعني فإذا سال الدم سقطت الفكرة ومن يحملها. طبعا. وتخيل إذا سال الدم بغير وجه حق اليوم. طبعا كم طرف في اليمن اليوم متنازعين حول أفكارهم، وكم دماء سالت؟ كثيرون. لماذا لا يكون الخلاف عند كثيرين من الناس وأغلبهم يعيشون بيننا، لماذا لا يكون الخلاف إلا محتكما للرصاص؟ لماذا لا يحتكم إلى لغة العقل باعتقادي؟ أين المشكلة؟ بالوعي، بالتأسيس، بماذا بالضبط؟ فالوعي، المشكلة أن احنا شعوب لم نعتد على الحوار، لم نعتد على تقبل الآخر. أقول كلمة صريحة؟ تفضلي. والله احنا في اليمن كنا عادي، يعني حتى وإن خالفتني أروح وأخليك وانتهى الموضوع. هذه الأحقاد كلها قريبة، لذلك أنا أملي كبير أنها تنتهي بإذن الله. جدا أملي كبير أنها تنتهي، لأنها يعني مثل الشخص اللي، ولا بلاش الأمثلة. لا لا استفضلي. يعني أقول لك أنه حاجة ليست في صميم الأخلاق اليمنية ولا في صميم المجتمع اليمني، ستنتهي فورا، ستنتهي، سنعود كما كنا. سيعود جوهر اليمن صافيا خالصا، والأرواح ستعود نقية بحب. الكره مش طبيعي في اليمن هذه. أنت واثقة أن الحب سينتصر على الكراهية في اليمن؟ نعم أكيد. رغم فداحة الحال؟ لا أكيد طبعا. رغم الظروف الصعبة؟ طبعا أكيد. تأملين أن هذا سيتحقق عاجلا أم آجلا؟ لا عاجلا إن شاء الله، قريبا، قريبا جدا بإذن الله. طيب أستاذة جميلة، يعني مؤخرا ظهرت حالة كما يرى كثير من الشعراء و
يعني هناك الكثير عبر عن ضجره واستيائه من هذه الحالة، حالة لدى الكثير من الشباب اليمني المثقف، يعني يقدحون للأسف ببني هاشم وقبيلة النبي، ويعني يتطاولون أحيانا للأسف على الرسالة الإسلامية، ظنا منهم أن المثقف يجب أن يكون حرا، أو لسبب فهمهم الخاطئ أو فهمهم الخاطئ للحرية. هؤلاء كيف يمكن إعادة يعني احتضانهم، إعادة كسبهم، إعادة توعيتهم بأن ما تقومون به لا يخدم اليمن ولا يبني حضارة ولا يؤسس لثقافة حقيقية؟ هم لماذا كونوا هذه الفكرة أساسا؟ أنا سبق وقلت لك قبل قليل أنه لا يوجد هذا الكلام عندنا من قبل، لا توجد هذه التفرقة العنصرية إطلاقا، كلنا مع بعض ولا حد عارف أي شيء عن الآخر. يعني لماذا وجدت هذه؟ لأنه في بعض الناس الذين يعني ينسبون أنفسهم للأسر الهاشمية يسيئون، فخلاص البقية يعني يكره الكل. أكيد هذا تعميم خاطئ أولا، وهناك من يستفيد من ترويج مثل هذه الأفكار ربما لينتصر لنفسه أكيد. أو كل الفكرة ويروج لها أكيد وراها فائدة طبيعي، لكن انه يعني خلاص نكره بعض من الاسامي، يعني عشان اسمك خلاص انت ممكن تكون في خطر بس لانك فلان الفلاني، من غير ما تاذيني، من غير بس انت عشان انت هاشمي مثلا، انت الان يعني مثلا لو كنت هاشميه او امتدادك لقبيله النبي صلى الله عليه وسلم قد يمثل هذا خطرا عليك في اليمن، طبعا في السفر في هذا اكيد. يا الله، نعم انا خرجت من اليمن انا وبنتي فقط هروبا عشان الاسامي، وبطريقه غير يعني انا حجزت في حجز طبيعي وسافرت بشكل آخر. لعل القادم يكون أفضل إن شاء الله، وهذا ما يبشرنا به الشعر دائما، الشعر الذي يحمل الأمل. إلى القصيدة الجديدة التي تودين إلقاءها، تفضلي واقرأي علينا ما تحبين أستاذة جميلة. سعداء بتشريفك لنا أكيد، ونكون أكثر سعادة بالاستماع إليك. تفضلي. تسلم. قدر هواك عاصرت بين حروفك الأزمان، عاصرت بين حروفك الأزمان، ورأيت صدق الحب فيك بيانا، وظللت أسقي من حروفك مهجتي حتى غدت بعد الظما بستانا. ما كان حرفك في يقيني نزهة محمومة ما جئته بهتانا، كم لاقت الأحلام قبلك حيرة، فرأيت أسوار الهدى عنوانا، وتبددت لما التقيتك حيرتي، واستلهمت روحي بك السلوانا. جميل. فلطالما ملك الفؤاد يقينه، فلطالما ملك الفؤاد يقينه، وبريق صدق لاح في نجوانا، عشنا على أمل منير مبهر حتى تلاقت في الهوى روحانا. ودنوت مني ذات يوم تستقي من راحتي بلهفة ظمآنا، وتلعثمت شفتاك من حر اللظى، فالصدق وحي مرهق أحيانا. وسألتني كيف السبيل لهدأة، فأجبت صار الحب فيك أمانا. من روح حرفك كم تزين ذكرنا، وبقيت صدقا عاشقا فتانا. قدر هواك وقد عنيت بحفظه، فهنأ وعش في جنتي واسنانا. في ظل قلبك كم تزين حبنا، سيظل كل العمر فيه رضانا. أخفض الكتاب قليلا. لا بأس. قدر هواك وقد عنيت بحفظه، فهنأ وعش في جنتي واسنانا. في ظل قلبك كم تزين حبنا، سيظل كل العمر فيه رضانا. لفظ أفوك يا أستاذة. شكرا. ونواصل حديثنا لكن في جانب آخر. هناك من يقول إن المرأة يعني تمتلك مشاعر واسعة، لكن إذا ما أرادت أن تعبر عن هذه المشاعر في الكتابة فإن لغة الشعر ربما تخذلها ولا تنسجم تماما مع يعني قدرة المرأة على الشعور، يعني قدرة المرأة على الشعور لا تكون بذات مستوى قدرة المرأة على التعبير.
كيف تعلقين على مثل هذا القول؟ ليس أو ربما كان اتهاما من مجموعة ما، ليس بمستوى أدواتها الشعرية مثلا، صح؟ نعم. طيب هذه يعني اكتساب، هو الشعور موجود، الأدوات مكتسبة، ممكن تتعلمها إذا أحبت. هل النظرة الأدبية للمرأة بأنها ربما تكون عاجزة في كتابة الشعر، هل هي امتداد مثلا للنظرة الجمعية في منطقتنا التي تنظر للمرأة بأنها دائما يجب أن تكون تابعا، دائما هي الأضعف، دائما إلى آخره؟ هل هذا صحيح؟ الخلل في المرأة عندما تبدع في أي مجال سواء في الشعر أو غيره أنها محاصرة مقيدة، لازم هذا عيب، هذا غلط، هذا يعني حتى حرية التعبير. يعني أحيانا في شاعرات لا تجرؤ أن تكتب قصيدة عاطفية، خاصة مثلا إذا كانت غير متزوجة أو ما عندها يعني حبيب ظاهر للناس. ألا يمكن أن يكتمل الشعر إلا إذا كتبت قصيدة مثلا تتغزل بها بأحد؟ أقول أنها محاصرة، لا توجد تلك الحرية الفضفاضة. ما هو تعريفك للحرية؟ هل التقيد مثلا بمبادئ، بأخلاقيات، بأسس مجتمع، هل هذا يعتبر نقيضا للحرية مثلا؟ أريد رأيك بكل صراحة. أنها لا، ليس نقيضا يعني للمجتمع، لا أقول أنها تتكلم عن أشياء نقيضة في المجتمع، لكن تأخذ راحتها في التعبير. يعني لا تكون، حتى الرجل إذا كتب بطريقة سيئة أو خارجة عن الأدب الكل سيعارضه وينتقصه، الرجال كثير يخافون على سمعتهم. على إذن لا بأس من الحرية وقليل من الشجاعة، شرط ألا نتعارض مع خطوط أساسية طبعاً منها أكيد. الدين وعاداتنا وتقاليدنا طبيعي، لكن أيضا هناك الكثير من التقاليد والعادات ليست حتى من الدين. نعم، صح ولا لا؟ يعني العادات تغلب الدين في كثير من المواقف. أنت ترين أن سبب من أسباب الظروف الصعبة التي تعيشها أمتنا اليوم أنها غلبت أحيانا أو تغلب العادات على الشريعة والدين؟ في بعض المواضع نعم، بعضها يظلم المرأة؟ أي كثير يظلم المرأة، أغلبها يظلم المرأة. يعني لا يستجيبون لإنصاف الإسلام للمرأة، فتجديهم يتصرفون تصرفات تخالف تماما ما نادت به الشريعة الإسلامية. لكن هناك من يسقط هذا على الإسلام أحيانا للأسف، لأننا مسلمين، لأنه هذا التصرف الإسلامي وإحنا نظهر لأن للآخرين، لأن الذي قام بهذا التصرف مسلم فينسب للإسلام. طيب لماذا لا يقال إن هذا التصرف ينسب إلى الشخص ويعكس يعني مدى مستوياته الفكرية والعقلية ومدى تقبله للآخر ومدى انفتاحه أو انغلاقه على الناس من هذا حوله؟ يعتمد على الطرف الآخر المتلقي عندما يقول لا، مش كلهم بيعتمدوا على أن هذا من الإسلام، لكن إحنا دائما يعني نتكلم أو لبس المرأة مثلا أو دائما إحنا ملتزمين، فنعطي فكرة للغرب أن إحنا ما نتصرف إلا في إطار الدين، وهذا غير صحيح أبدا. أحسنتي، لكن الإسلام يعني دين الحرية الواسعة طبعا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها يوما: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إلى حرية الشعر من جديد، واقرأي قصيدة جديدة قبل أن نذهب إلى فاصل، تفضلي. ماذا ستختارين هذه المرة؟ عن الرحيل. تفضلي، أخبرينا عن الرحيل وكيف ترينه. يبدو أن الرحيل رحل، لا بأس، تفضلي اقرأ القصيدة التي بين يديك، لا بأس. الحنين. أحن إليك وأعرف أني أعانق طيف السراب لكي يحتويني، فيزداد سحرا وأزداد عشقا، وأعرف أن الظلام وشيك، وأن دمار العصور وشيك، وأن القيامة تبكي طريق اللقاء القصير. أحن إليك وكل الدروب إليك جراح، وكل الجراح هوى مستباح، يلملم فيض الرماد المبعثر فوق السنين البراح، ويرسم بالحلم وجه الصباح. أحن ليوم أتى والتقينا، ويوم أتى وانتهينا، وبين المجيئين حب وإيد وأوهام عيد. أحن إليك وكل اشتياق المحبين صبر، وبعض اشتياق المحبين قهر،
وأيسر شوق المحبين جمر، ويأس المحبين عند الرحيل شفاء. ويأس المحبين عند الرحيل شفاء، ربما كان بداية عناء يتجدد إذا ما كان من رحل مقربا كثيرا من القلب. سنتوقف عند فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل بعده نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعرة اليمنية الأستاذة جميلة الكبسي. أهلا بك أستاذة جميلة، أنت من صنعاء. نعم، حدثينا عن صنعاء تاريخا وحضارة وحياة بعدما حدثتنا عنها واقعا معاصرا. صنعاء هي آزال التي بناها سام بن نوح، يعني لا أعرف أنا كم المسافة الزمنية بين سام بن نوح وموسى أو فرعون أو حتى نحسب عمق الحضارات، لكن سام بن نوح يعني سيدنا نوح أبو الأنبياء يعتبر، وهي بناها وما زالت إلى اليوم قائمة. المدينة التي بناها سام بن نوح نفسها ما زالت قائمة وتعتبر محمية عالمية. سيدنا نوح من أول الأنبياء، إبراهيم هو أبو الأنبياء لا بأس، لكن سام بن نوح هو الذي بنى آزال القديمة والتي اسمها صنعاء اليوم. كلمينا عن صنعاء، عن أحيائها، عن أكثر ما تشتاقين إليه فيها اليوم. كل شيء في صنعاء له شوق، الأصدقاء، شوارعها، كل الذكريات هناك. طبعا معلومة، أنا من مواليد السعودية، ولدت في مدينة حائل. نعم، وأيضا تنقسم ذكرياتي هناك، طفولتي و دراستي يعني إلى الثانوية كنت هناك. جميل هذا التعبير، تنقسم ذكرياتي ما بين السعودية واليمن. أسأل الله أن يجمع هذه الذكريات بشكل يرضيك وبسعادة لا تزول ولا تنتهي. شكرا جزيلا. وأن يروي ظمأك وظمأ كل اليمنيين وكل المغتربين إلى أوطانهم قريبا. أستاذة جميلة، إذا أردنا أن نتحدث عن فكرة الألم المغروس في قلب الأم اليمنية، الأم المكلومة، الأم الجريحة، الأم التي ترجو لأبنائها أن يعيشوا هانئين هادئين، عن واقع هذه الأم كلمينا قليلا عن صمود هذه المرأة الأسطورية. كل الأمهات أسطوريات. أنا عندما كنت في اليمن كنت فعلا أرى أن المرأة اليمنية مناضلة، ولا أحد ينازع المرأة اليمنية في صبرها وصمودها. لكن عندما رحلت إلى أكثر من دولة وجدت كل الأمهات صامدات. الله، والله يعني في مصر شفت نساء غير طبيعيات. نعم، وكذلك سألت يعني عن بعض الأصدقاء اللي في الحبشة، في ثقافات مختلفة يعني، وكل الأمهات صامدات. الأم هي وطن أصلا، لا نستطيع أن نميز بين الأمة اليمنية والأمة العراقية، كل الأم أم في كل مكان. الأم أم في كل مكان كانت، والقصيدة تكون أجمل حينما تكون عن الأمهات، حينما تكون عن الرحيل الموجع، حينما تكون عن الحزن الذي يتمنى الشاعر أن يغسله بماء الفرح حتى يعود لقلبه الفرح وتعود السعادة المفقودة إلى قصيدة جديدة. جاء الرحيل، مالي أراها مرة أكوابي، مالي أراها مرة أكوابي، وكأن من حزن القلوب شرابي. جاء الرحيل فأي محبوب نأى، جاء الرحيل فأي محبوب نأى، وبأي حال الحب أوصد بابي. الله، يا ليت هذه العين تبكي بعضها، أو أنها تبكي سواد ثيابي. يا ليت أثواب الحداد دقائق
تطوى فلا تحظى برجع إيابي. جميل. لما يموت الحب يفنى أهله والروح تبقى في سديم سرابي. يا أيها الضوء الكئيب كفاهنا فالليل يكفيني ويدرك ما بي. يا أيها الضوء الكئيب كفاهنا فالليل يكفيني ويدرك ما بي. أروي من الأوهام حبا زائفا وأسير في تيه بغير مآبي. يا لوعة الروح التي تفنى على أطياف من رحلوا وهم أحبابي. يا الله، يا لوعة الروح التي تفنى على أطياف من رحلوا وهم أحبابي. أو كلما لاحت لروحي نظرة تنأى بها الأقدار عن أعتابي. لو أن عيني تستضيء بغيها ما كان في الأيام صوت غرابي. يا غصة الوجد التي أشقى بها داري دموع الفقد عن أصحابي. داري جراحي واجمعيني من صداتيه وظلي في صدى محرابي. يا غصة الوجد التي أشقى بها داري دموع الفقد عن أصحابي. داري جراحي واجمعيني من صدى تيه وظلي في مدى محرابي. وظلي في مدى محرابي، هذه القصيدة الممتلئة حزنا على رحيل أحبة لابد وأنهم سيعودون يوما لأوطانهم للأحياء التي خرجوا منها، وفيها كذلك مشاعر الأم تجاه أبنائها التي لا تتخلى عنهم ولن تتخلى، وهم كذلك بالطبع لا يفقدون حبها ولا يقبلون أن يفقدوه، لذلك لن يتخلوا. أستاذة، بعد هذه القصيدة لابد من استراحة وقصيدة لشاعر آخر نتابعها أنا وأنت، ما رأيك؟ كل سرور. إذن إلى فقرة قصيدة للوطن مشاهدينا الكرام، نتابع هذه القصيدة ومن ثم نعود، ابقوا معنا. سأهديك السفينة فاتبعني، وإن جف الصحاب فلا تبعني. سأهديك السفينة فاتبعني، وإن جف الصحاب فلا تبعني، ورافقني على ما كان مني. وإن خالفتني يوما فدعني، لأني لا أفسر ما أعاني. ولو فسرت يا بحر ابتلعني، فبعض السر موقوف على اسمي، وكيف أفي إذا لم يتسعني. سأخرق ما ركبنا دون خوف، فدع عنك الملامة واستمعني. أنا يا بحر لم أقتل غلامي، ولكن الحكاية لم تطعني. أنا يا بحر لم أقتل غلامي، ولكن الحكاية لم تطعني. أقمت جدار من مروا بجوعي مرور الجاحدين، ولم يرعني. فلا تتعب مياهك باعتقادي، وفارقني إذا لم تستطعني. شكرا جزيلا. أهلا بكم من جديد، ونواصل هذه الحلقة أعزائنا المشاهدين، وهنا معنا في الاستوديو لا تزال الشاعرة اليمنية الأستاذة جميلة الكبسي. أستاذة جميلة، وقبل العودة إلى النقاش اختاري لنا قصيدة جديدة من الديوان، ولكن قبل القصيدة لماذا صاحبت الجلالة على وجه التحديد؟ والله قصيدة هي إحدى قصائد الديوان، لكن لماذا سميته صاحبة الجلالة؟ صنعاء هي صاحبة الجلالة. أنت تقصدين بصاحبة الجلالة صنعاء؟ نعم، هم مفكرين أنه أنا يعني. تستحق صنعاء منك هذا الوفاء، تفضلي اقرأي ما تحبين. سأقرأ قصيدة تفعيلة. تفضلي. ما أجهلك، ما أجهلك لما تركت شراع أطياف الغوى يمضي بنا حتى هلك. لما خذلت طوارق الأمل الملفع بالحياة، ودنوت من سطر النهاية تقتفي أثر العذاب المر في سفح الفلك، وجمعت تحت عباءة البسمات ماسات الهوى، وسللت في وجه الوفاء مهندك.
ما أعند الأقدار ترمي في متون الغدر نزف قصيدها، فتساقط الغفران من حر التجلد والعنى. ما أصعب الألحان تقطر في دم المجروح مثل خطيئة، تروي باب اللوم للقلب الذي كم دللك، كم جملك، كم زين الدنيا لأنك تاجها، كم رافق الأوهام كي لا يخسر. كم زين الدنيا لأنك تاجها، كم زين الدنيا لأنك تاجها، كم رافق الأوهام كي لا يخسرك. ما كان يسمع في ضمير الغيب صوت خطيئتك، ما كان يدري أنه بك عاريا، يخشى عيون الغدر يأمن جانبك. وملأت من حزن القلوب حقائبك، وملأت من حزن القلوب حقائبك، ومضيت لا تلوي على شوق يعيد الحب من عين الغروب لفجره، أو يرتضي صبرا شقيا أينما يمشي معك. من علمك؟ من علمك تروي قلوب الصادقين مرارة، وتشد أيدي الواهبين غضاضة، حتى قطعت أكف من كانوا معك؟ يا من الله، من أقنعك أن تجمع؟ حتى قطعت أكف من كانوا معك. من أقنعك؟ من أقنعك أن تجمع الأحلام من كرم الأمل، وتقطر الدن المقدس في كؤوس التيه ترشف نخبه، والليلة الغنجاء تصنع خدرها، وتزين الخدر الجميل لمقدمك. اشرب دموع الحزن، اشرب دموع الحزن حتى ترتوي، واشرب ولا تأبه لخيل قد جمح، واهنأ بنصرك إنك الراضي بما صنعت يدك. واملأ عيون الدهر آمالا عسى أن ترجع الغي الذي كم ضل لك. ما فرقت خطواتنا كفردا مجبورة، بل أنه قبل الهوى أمر النوى أن لست لك. يا الله، لا فضى فوك يا أستاذة جميلة. إذا أردنا نتحدث الآن عن الشعر مجددا، والسؤال يقول: ما الذي تريده جميلة الكبسي من الشعر؟ والله الشعر بالنسبة لي رفاهية، لا أريد شيء من الشعر. أنا حتى الديوان لم أكن أسعى لأن أطبع الديوان. دائما عندي أصدقاء محبين حقيقيين صادقين، وأنا محظوظة جدا بأصدقائي. رفاهية الحزن أم رفاهية الألم؟ هو نوع من التنفيس، لابد أن ننفس، سواء بالشعر أو بالكتابة العادية، الرواية، القصة. أنا أكتب قصص أيضا، وأرتاح كثيرا لما أكتب. كل الألم والمهاترات والعقد ممكن تخرجها في شخوص القصة. نعم، شيء جميل جدا، مريح للغاية. أعتقد لو مارسنا الكتابة جميعنا من أي نوع من أنواع الكتابة، لن يكون هناك مريض نفسي، لن يكون هناك حد مرهق نفسيا. الكتابة نعمة عظيمة. الكتابة نعمة عظيمة، وأنت تستحقين هذه النعمة، وأسلوبك فيه من الخفة ما فيه، وفيه من براءة الانتماء إلى البلد الذي تحبين فيه الكثير. من أجل اليمن، ماذا تقولين له؟ لليمن؟ كأمنية، كرجاء، كأمل. عودوا أخوة، عودوا أخوة، وأقهروا الأعداء حتى نعود جميعنا لأرضنا ونعمرها من جديد. ما تركته الحرب دمار في الأرض ودمار في النفس، يعني ليس بس في الحرب، في الأرض يعني. فلا بد أن نعود إخوة، وننسى كل ما حدث خلال الثمان السنوات هذه. انسى اسمي واسمك، وانسى حزبي وحزبك، انسى مذهبي ومذهبك، وتعال نرجع يمنيين فقط ونعمرها من جديد. هل يستجاب لمثل هذه الدعوات؟ هل هناك أذان وقلوب لا تزال صافية وتقبل مثل هذه النداءات الحكيمة؟ الطمع ينتهي. الإنسان الطماع له نهاية، كل شيء له بداية ونهاية. الإنسان الطماع هذا مؤقت، يعني مهما تولى أو استولى على منطقة أو على ناس، أو في الأخير أنت راحل، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. صدقتي، يعني رايحين رايحين، بالأخير سيبقى اليمن وشعب اليمن، وسنعود كما كنا وأفضل إن شاء الله. إلى قصيدة قصيرة تكون ختام هذه الحلقة، وحبذا لو كانت أبيات. ماذا تريدين أن تقولي في الختام؟
أبيات قصيرة تفضل. لا بأس، اقرأ التي بين يديك. تمام، بس اختار حاجة من البداية. على ما يبدو أن القصيدة تائهة. حاب أختار تفعيلة بس ما لقيت. لا بأس، الوقت يداهمنا. تفضلي. طيب، سأقول أحبك أكثر. أحبك أكثر فحين تغيب وراء السفر. أحبك أكثر لتأخذ بين الحقائب بعضي وتدرك أني أدثر حبي بشال انتظارك وأمسح عن طرقات يقيني خطوط الرحيل. أحبك أكثر وحين تلون عطر مسائي بلون الفرح. أحبك جدا لتمطر من جنة الروح عشقا يدندن كل غرام الندية وتمسك كفي سماء الهوى وتشتاق روحي جنان غرامك خلودا يغازل حب الأزل. أحبك أكثر إذا ما أتيت تجر وراء خطاك الأماني وترمي القصائد بين يدي قرابين عشق وتتلو أمام غرور المحبة أحلى السور وتزرع درب اليباب نعيمة وتبطش بالخوف أن نلتوى وتهمس بالحرف عشقا طريا وتقسم أن قصيدك ملكي وأن سبيل حياتك عندي وأن قرار فنائك عندي وأن غرامي يفجر فيك بحارا من الشعر أعذب ويحمل ورد الربيع إلى راحتيك فتمسح خدي ليزهر وردي ويرسم حظي عيون الفرح على راحتي الزمان فتهمس أكثر. أحبك أكثر. أحبك أكثر. نكتفي بهذا القدر أستاذتي العزيزة، كانت حلقة طيبة رفقتك. شكرا جزيلا لك أستاذة الجميلة، شاكرة جدا، الكبسية الشاعرة اليمنية. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. دائما كونوا في أمان الله.